كده خلاص. بسم الله. طب خلي المهندس ده يصور اختبار الأول الحتة التست، المنورة دي. دي كده الكشاف في بداية الخط. طبعا القرون اللي منورة دي كلها هتتسد بالسيليكون لأن دي مكان التسريب. نقول له مسدس السيليكون كده، خد يا اسطى كده. اقفل من عند الرقبة دي كده، من عند الضم، نقطتين دول. تعمل أنبوب السيليكون زي الناس يا كده، النقطة قفلت كده من ناحية التسريب بتاعها من عند الدمبر رفعت برضو. حاضر بس حاضر أسألكم بس الحتة دي. تمام. لا عند الشفة بتاعتها، عند الشفة بتاعت الدمبر من الناي. أيوة من ناحية الصاج. من ناحية الصاج. اه ماشي. هات رفع الحتة كده. حاضر يا اسلام. هجيب بس سيليكون يا اسلام امسك وهديك اسلام اللي انت بس. طب عايزه. المشمع ده عشان